هلا انا ما بعرف انتو شو بدكم تقولوا علي على هذا الفيديو، بس الصراحه هذا الفيديو اكثر ما هو فيديو انه يقدم معلومات كبيره وقيمه اكبر ما هو رح يكون عندي بالقناه لحتى لاحتاجه مع الوقت، لانه انا بتحديث 13.30 جبت لكم صور مسربه من داخل ملفات اللعبه لمركبه فضائيه، واللي شاف فيديو التسريبات بتلاقوه تحت بالديسكربشن، طبعا شاف هذا الشيء وشاف المركبه الفضائيه، بس طلعت هاي المركبه الفضائيه طلع لها شغل كبير وطلع لها تحديات وطلع لها كثير اشياء. هاي المركبه الفضائيه طلعت مو مجرد انه مركبه فضائيه وموجوده، فلا رح احكي لك عن هاي المركبه وعن تحدياتها المخفيه اللي لسه ما فتحوا لحد هلا، بس انا عم اقول لك شو هن التحديات من هلا واشرح لك اياهم بشكل مبسط مشان لما تنزل التحديات ويخف عنا مستوى المي للخامس بنقدر نحن نساوي التحديات تبعه، لانه هلا انا رح اقول لكم وين منطقتها، هي تحت المي كثير مغموره بالمي، فبدنا نستنى المستوى الخامس حتى ينزل لحتى نشوف هالمركبه الفضائيه. فلا تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وهالقصص الحلوه، كود دعم بالايتم شوب نيمو 9، ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. هلا أنا ما حكيت مقدمة، أنا يمكن حكيت لكم الموضوع بالمختصر كلياته أول دقيقة، بس أنا هلا رح أحكي لكم عن هاي المركبة الفضائية. هاي المركبة الفضائية يا شباب بتحديث 13.30 نزلت معنا بملفات اللعبة، ونزل معها شي سكن مثل هو رائد فضاء، سكن رائد فضاء والخوذة خضرة تبعه بيشبه سكن البنت تبع البطل بس حاليا بسيزون 3، بس على شاب مو بنت. حاليا يا شباب هاي المركبة الفضائية موجودة بمنطقة بعيدة عند منطقة F اللي هي قريبة عند منطقة ذياشت اللي هي قارة ديدبول المحطم. هلا هاي المنطقة كتير مغمورة بالمي، نحن حاليا هلا بالمستوى الثالث بالمي، لسه المستوى الرابع والخامس ما نزلوا لحتى نقدر نشوف هاي المركبة. فبالنسبة لهي المركبة مثل مظاهر امامك بالاعادة او بالريبلاي الخاصة بالجيم، بتفوت لجوا بتلاقي تحت المي المركبة موجودة بشكل نظامي، ومثل مظاهر امامك كمان بتلاقي فيها رائد الفضاء. هلا هو رائد الفضاء مو معروف وينه، بس هاد لانه اعادة ومركب المقطع مع ملفات اللعبة، فبتلاقي راكب الفضاء او رائد الفضاء عفوا راكب جواتها لهي المركبة، بس هو فعليا مو موجود جوات المركبة، لانه في بعض التحديات المخفية الخاصة بهذا الشيء مثل مظاهر امامك، هدول هن التحديات بالانجليزي اللي تسربوا من داخل ملفات اللعبة. هدول التحديات يا شباب ما حدا ابدا حكى عليهم من العرب او اي حدا بيشرح تحديات او مسربين عرب، ما حدا حكى عليهم ابدا ابدا لهدول التحديات. هدول التحديات يا شباب موجودين داخل ملفات اللعبة، هدول المهمات بيطلبوا منك كذا تحدي، تقريبا ما يقارب السبع تحديات او تسع تحديات، هدول هن التحديات انا رح ترجم لكم اياهم. التحدي الاول يا شباب بنطلب منك انك انت تعثر على السفينة القديمة، السفينة القديمة مثل مظاهر امامك بالاعادة موجودة تحت المي، بس انت حاليا ما حتلاقيها غير لما نسبة المي تنزل لحتى للمستوى الخامس، فما رح تقدر تلاقيها. وبالنسبة للتحدي الثاني، التحدي الثاني تبع المطلوب منك انك انت تجمع اجزاء المفقودة، الاجزاء المفقودة يا شباب مثل مظاهر امامك اللي هو شبه صاروخ، نحن ما بنعرف اشكال الاجزاء كلياتها بالضبط، بس انا عم اقول لك تقريبيا الاجزاء المفقودة لما الطيارة او لما المركبة الفضائية هي تحطمت تناثر منها القطع تبعها، فانت بدك تروح تدور عليها. والتحدي الثالث بيطلب منك انك انت تلاقي تسع اجزاء لتثبيت الجزء المفقود، شو هو هذا الجزء المفقود ما بعرف، بس هو انا اللي بعرف انه هو تسع اجزاء من هاي المركبة لازم تجمع لها اياهم بكافة انحاء الموقع. فلحد الان التحديات يا شباب موجودة معنا بملفات اللعبة، وبتدل على انه هي خاصة بسفينة الفضاء اللي هي اسمها بالانجليزي كمان سفينة الفضاء، بس انا ترجمت لك التحديات من الاول. وبالنسبة للتحدي اللي بعده، التحدي اللي بعده بيطلب منك تثبت الدرع الحراري، هذا الدرع الحراري لحد الان كمان مو معروف شو شغلته. والتحدي اللي بعده المطلوب منك انك انت تثبت الصاروخ، الصاروخ اللي احنا وصلنا له بالتسريبات اللي هو ظاهر امامك، هذا هو الصاروخ تأكيدي 100% تقريبيا، لانه هذا مفقود من الجزء اليميني من جناح الطائرة او الصاروخ هذا تبع الفضاء، يعني هو مفقود من الجزء اليميني تبعه، فهذا هو الصاروخ اكيد 100% موجود، هو بوش المركبه بتلاقيه على الان بالحيط او داخل بالحيط. وبالنسبه للتحدي ما قبل الاخير، التحدي ما قبل الاخير بيطلب منك انك انت تبحث عن رائد الفضاء القديم، رائد الفضاء اللي هو نفسه الموجود بالمركبه اللي انا قلت لكم عليه، مو معقول يكون هو تحت المي، المتوقع انه هو يكون نزل بقلب الماب، نحن ما بنعرف نزل بقلب الماب من بدايه السيزون وهو مختفي حاليا بالماب، بس موجوده مركبته، فنحن مطلوب منا انه نحن ندور على هذا رائد الفضاء ونشوف وينه، وبعد منا مطلوب منا انه نحن نوقف اطلاق السفينه، يعني بعد ما نحن نلاقي رائد الفضاء ونصلح له السفينه الفضائيه ونظبط له الوضع لرائد الفضاء، اخر شيء بيطلب منك انك انت ايقاف اطلاق السفينه. هلا نحن هذا الشيء اللي نحن وصلنا له يا شباب، او الشيء اللي نحن تحريات الكلب بيقولوا عليها، يعني اللي نحن وصلنا له انه نحن هلا بالسيزون 3 شابتر 2، بداية السيزون 4 صفياله تقريبا 32 يوم او 30 يوم بهالفترة هي، يعني يوم او يومين زيادة مو مشكلة، 30 يوم او 32 يوم بالضبط.
فهلا احنا اللي وصلنا له اللي احنا هلا حاليا بسيزون 3. السيزون 4 يا شباب مثل ما بنعرف بلش معنا، واول ما بلش معنا السيزون 4 بلش معنا بمراكب فضائيه وفيزيتور. شو هالقصة هي اللي صارت معنا حد الان بالمركبة الفضائيه؟ هذا الشيء غريب. وبالنسبه لشيء اغرب من هيك انا كمان لاحظته، انه انت لما تتطلع على الخوذه الخاصه برائد الفضاء اللي هو موجود داخل هي السفينه، وبتطلع على التلسكوب، الاثنين بيعكسوا الماب القديمه الخاصه بالشابتر الاول. فشو معنات هذا الكلام؟ ليش التلسكوب عاكس هي الصوره؟ ليش التلسكوب عاكس صورة السيزون او الشابتر القديم الماب القديمة؟ وليس الخوذة تبع رائد الفضاء عكسه كمان نفس الموضوع؟ وفي شغلة بدي زيدكن اياها، اللي هي الحزمة نزلت ب 1500 او 1200 في باكس، اللي هي الخاصة بثلاثة باك بلينج وخاصة كمان ببيكاكس القزم اللي ظاهرة امامكن. هاي الحزمة يا شباب وقت نزلت باللعبة حطوا عرض تشويقي لها، او صورة بوستر تشويقي يعني، حطوا البوستر وحطوا الحزمة، وورا هذا البوستر حاطين كتير اشياء، منها تلتد، منها اماكن بالماب القديم، كتير اشياء حاطين بالماب القديم، ما بعرف على شو عم تلمح الشركة. بس هذا هو المعلومات اللي انا حبيت شارككم فيها حاليا. المعلومات مثل ما قلت لكم هي مفيدة اكتر، انه انا بدي احتاجها لسه لقدام مع الوقت لما تنزل هدول التحديات، ولما يصير معنا شيء جديد بالنسبة لانحسار المياه ونوصل للمستوى الخامس. هذا هو بالنسبة للرائد الفضائي اللي توافر معنا باللعبة، او المركبة الفضائية يعني خلينا نقول عليها. فبتمنى يكون عجبك هذا الفيديو واستفدت بالمعلومات، معلومات بسيطة جدا وحبيت شارككم اياها مشان نحتاجها لسه مع الوقت لقدام لما نوصل للمستوى الخامس للمية. فبتشكرك اذا كملت المقطع الاخر، كور الدعم بالايتم شوب نيمو 9، ورأيك بهمني جدا تحت بالتعليقات لو في عندك اي شيء او هيك اي تحريات يعني. فشكرا لك ورعاية الله.